سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض. لا تذكر الرياض إلا ويذكر معها اسم سلمان، فقد تطورت الرياض على يده وارتبطت المشاريع الكبرى باسمه. الرياض عاصمة المملكة وقلبها النابض، كانت مبانيها من الطين، ضيقة شوارعها، صغيرة مساحتها. نشأ فيها الملك سلمان أيده الله وتشرب حبها، واكتسب صبر صحرائها وشموخ جبالها، وعقد معها وثاقا وجدانيا خالدا. سلمان ذاكرة الرياض. مرسوم ملكي، الرقم 5 × 10 × 2. نحن سعود بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاتكال على الله أمرنا بموجب هذا تعيين الابن سلمان بن عبد العزيز أميرا للرياض، ونسأل الله التوفيق والسلام. ومنذ تعيينه أيده الله أميرا لمنطقة الرياض، ومن خلال سنوات عمله العديدة اكتسب خبرة وحكمة وحنكة سياسية وإدارية، ليكون سندا أمينا لإخوانه البررة ملوك المملكة العربية السعودية، واستشعر بذلك عمق المسؤولية التي وكل بها، ولكونها العاصمة وما لها من بعد سياسي واستراتيجي مهم، أخذ الرياض لنطاق التوسع العمراني والتنموي بقفزات سريعة في أزمنة قياسية. وعليه وضع حلما وسعى لتحقيقه، وكان شغفه منذ البداية بأن تكون الرياض مدينة تضاهي مثيلاتها من مدن العالم حضاريا بكل طموح وإرادة. وبخطوات ثابتة ومدروسة وضع الخطط وشكل اللجان، وكان قائدا مباشرا لها ومتابعا لإنجاز كل مرحلة إشرافا ميدانيا مباشرا. المنطلق من هذه المدينة وهي وحدة الحمد لله عربية إسلامية لم يحدث لها مثيل تاريخ هذه. وبعد عقود من القيادة الحكيمة أثمرت الجهود المباركة في اكتساب الرياض مكونات حضارية متعددة أضيفت إلى قيمتها الوطنية والتاريخية والسياسية العالمية. وعندما بدأت رؤية المملكة 2030 التي تولى قيادتها سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، كانت الرياض جاهزة لتحقيقها بمنهجية علمية وعملية للتطوير الحضاري والتنموي والذي وضع ركائزها الملك سلمان منذ توليه الإمارة، لتقف منطقة الرياض اليوم ثمار ما غرس، ممهدة الطريق لمشاريع مستقبلية تمتد لكافة محافظات المنطقة.
Thank you.